السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أخكم أخوكم أبو عبد الرحمن يوسف الشويعر من الدمام. هذا خلى التفاح الطبيعي، طبعا نحركها على أساس فيه الرواسب اللي تحت، هذا خلى التفاح الطبيعي اللي نوصل فيه الشباب حتى نتلاشى أغلب الأمراض اللي في الصيف، مثل الآن تجمع الموية في الحوصلة اللي هو الكنكر وانسداد المصرار والحوصلة، وينظف ويحرق الدهون اللي في الجسم. طبعا حتى النبي أوصى فيه عليه الصلاة والسلام للإنسان فقال خير الإدام الخل، وفي أحاديث أخرى، لكن الشاهد خل التفاح الطبيعي يا أخوان، هذا طبعا طبيعي جدا، مش حق البقرات اللي يحطونه على السلطات. طيب خل التفاح حتى يعني ريحته قوية جدا، وهذا الخل مفيد جدا في الصيف، يعطى ثلاث أيام كل ثلاث أيام، اليوم الرابع تعطيه، حط ملعقتين كبار مثل هذه، قرب يا سامي شوف، على 5 لتر موية. طبعا المطارة هذه كبيرة، هذه 10 لتر، نحط عليها 4 ملاعق، 4 ملاعق، لو زاد شوي ما يخالف، هذه 3 وهذه 4 ملاعق على المطارة اللي هي 10 لتر. أما بالنسبة للثمانية لتر هذه والسبعة لتر هذه، يعطى 3 ملاعق. ها شوف، هذا فيه له فوائد كثيرة. أي واحد يبي يتلاشى الأمراض في الصيف، يعني بإذن الله تعالى 90% من الأمراض، إذا ما بكل 100% تتلاشى، هذا استخدمت خل التفاح كل 3 أيام. والأمر الثاني اللي هو الثوم، الثوم نحط طحون، ننقع الثوم الطبيعي في المطارات كل 14 يوم أو 12 يوم مرة واحدة، لأنه حار فينصح فيه مرة واحدة. هذه نصيحتنا لأخواننا متسابقين في الصيف، والله يوفقنا وإياكم ويجعل هذا المقطع فائدة للجميع إن شاء الله. نراكم على خير إن شاء الله.